بلش اكشن صباح الخير والعافيه على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقه جديده بالتحديد من مدينه الصدر شارع الداخل بوسط السوق الشعبي بشارع الداخل. دا تشوفون الصوره واضحه قدامكم. كنا ويا القانون وكنا نفرح من يطبق القانون على الجميع، بس لابد من وجود بديل. ذولي شباب طلعون على باب الله، اللي يبيع له الجداحة، اللي يبيع له هالبسطية البسيطة اللي بيها الخضرة، اللي يبيع له المواد الغذائية، إذا يطلع له باليوم 10,000 دينار لا أكثر حتى يرجع بعلاقة لأهله لعائلته من تيجي الزيلة وتشيله من مكانه غير تلقى له بديل، شلون يعيش؟ ومن تريدون تطبقون التجاوزات وقانونها بحذافيرها، سوي كهرباء، سوي شارع بخير، سوي خدمات وفرها، سوي لك مستشفى، شي يرفع الراس ووراها تعال طبق القانون. كنا وياكم واحنا ندعمكم، بس انت مو ما مسوي كل شيء وعايف العالم بضيمها وبفقرها وهاي كاتلها الجوع. المواد الغذائية كلها صاعدة عمي، مو كلها صاعدة؟ إيه أسعارها دا تعلق. بطيسيات الطحين ب50 صار. قول يا مال الطحين. إيه. يا وين صاير هاي؟ شو الدولار لا ينزلونه؟ شي هيجي. ما يصير. الضيم فوق حقه دقه. فوق الضيم دقه. تسوي لكم مستشفي، تسوي لكم كهرباء، هاي المدارس قاعدة على الطين. شوف هاي المنطقة ورا السدة. فلشونه وخذوا الترابات باعوهن وهسه كل شيء ماكو وضالين الصوندات تجري. خدمات احنا نطالب السيد مقتدى نعم يسوي النحل، بس السيد مقتدى احنا انتخبناه 25%، ترى الشعب انتخبه، شو مو هاي الحاله يسوي يمينه؟ 80% هسه نقول الله العظيم هسه ذيك الاحزاب ما سوت شيء للشعب، نزلت يو خاسر يو رابح، غير هاي الحل. احنا نطالب السيد مقتدى يسوي النحل. يا الشباب وين تروح؟ شنو هذا انا تروح تبوك؟ ما يصير. هذا ابو التكتوكه عايش، ابو ستوته زين، هاي المدينه 6 ملايين زين، وين يفطرون بالشوارع يديحون؟ ما يصير يا استاذ، لازم احنا نسوي لنا حل السيد مقتدى، نطالبه هسه وبعد، احنا انتخبناه ان يفيدنا مو يفلشنا، مو هيك الحكي. خلي يشوفون البديل. بديل قطاع يسوي لنا بديل الها. شو السحب؟ الساحات هاي فارغة. السحب الثنتين اقول لك، السحب الثنتين وفلشوا الوادم. هي وين صايره؟ شو احنا قاعدين بتجاوز؟ السوق تجاوز عم يسوي لنا حل؟ العراق بس لهم؟ مو العراق لكل العالم، مو كل الواحد كلها، السيد وعامي ويهودي. ما يصير يا استاذ. استاذ والله انا شايف السيد مقتدى يسوي لنا حل، بس السيد مقتدى ان شاء الله يصير صوتك للسيد. الكاظمي رجال جابته الاطراف يشغل بس يمشي العمل. احنا نطالب سيد مقتدى يسوي لنا حل. ان شاء الله يصير صوتك. إيه. انا شاب من حقي. ايه. انت من تفلش غير تعطيني بديل لو صح. لا. صح. شاب من حقي عنده 3 عوائل. الزيت صعدوا، التمه صعدوا، يعني انت تعطيني بديل، انت من تفلش ليش تطلع العماره؟ هاي العالم وين تروح؟ الاف الدنيا جاي تشتغل. عيشتنا عليها. عيشتنا عليها. ليش هيك قاعد تفلشون؟ اعطونا بديل. لو ماكو بديل قلونا ليش هيك قاعد تعطون بالجباز؟ يعني شنو السوق هو هذا السوق؟ يعني الاف الدنيا هسه ليش؟ شاب من حقه انا احكي. ايجار علي، سلفه علي، عوائل علي. البطيخ زياد ب2.5 كان ب1000 وربع هسه صاعدوه. يعني هاي العالم وين تروح؟ كل شيء صاعد. الله اكبر وين تروح؟ معلق. معلق والله. الدزن انا بحاجه ب1000، الدزن كان ب10 هسه صار ب11، يعني ب1000. ب1000 دينار. يعني ما يسوى اطلع اطلع بالخمسه الصبح. ليش هيك؟ على مود 1000 ويجيك ابو الايجار يقول لك يا اعطيني 400، اعطيني 500، وهو قاعد، غير تعطونا بديل؟ يعني انت من تجي وتفلشني غير تعطيني بديل؟ يعني ترى والله العظيم ما رايدين ذول الشباب شيء، يعني ما رايدين لا القصور ولا المليارات، رايدين يعيشون عيشه كريمه لا اكثر، رايدين مكان يشتغلون بيه، بس وفروا لهم عمل. اعطيني تعيين وانا ما اطلع، اعطيني هسه ما اريد 300، اعطيني 200 بالشهر وما اطلع للسوق. الماخذ تكتيك خلوه علي، الدهر يعني ليش هيك؟ انا شاب من حقي احكي. كلها يعني ابو الايجار يريد ايجار. عندي راتب. بس اجيك يا بس اجيك. ليش هسه انا شاب من حقي احكي؟ والله عمي الله يساعدك.
والله العظيم الله يسخر بالله الكريم. يا عم قول انا عندي راتب وامراض مزمنه وادويه راتب بالشهر تقريبا بال 50 الى 60 الف زين، وانا عايش بس هذا على المحل لا راتب. بسطيه هنا عندك؟ اي والله، وساعه بالثنتين بالليل اللي جيت لقيت البسطيه كلها مفلشه، صبتين ذبوها على الفرفوري وما حد بلغني شيل الصبات. والله شفل جيب الصبات وعلى الفرفوري على القزاز. والله والله 500 الف خسرت الفرفوري اللي لقيته كله ممرود. والله راحت اي والله راحت فلساتك. وجبت كرين حرام، وشان اللي ياخذ من عندي 40 الف واني لا بيها، وانا رجال مريض وامراض مزمنه. انت تدري بنفسك وراتب ما عندي وراتب محلان، انت تعرف تعمل بنفسك يعني على الرصيف. على الرصيف لا عندي راتب وامراض مزمنه. لو يسوي لكم بديل عمي اي والله تروحون المكان البديل؟ لا والله اذا يسوي لكم بديل بديل مكان لكم اي والله اروح. اي والله والله اروح، بس ما عندنا بديل. وين نروح؟ هذا المحل محلي شفناه. أيوة. هذا شفناه، هذا هذا تقول عليه واقع صاروخ عمي هذا. والله لا عندي لا عندي راتب لا عندي تقاعد، وانا عايش على هذا المحل وبس. هاي حكايتي انا اللي احكيها، ورجال مريض وامراض وامراض مزمنه عندي. والله الله نعم على كل ظاهر، وهيك عمر وجاي اشتغل في هذا المحل وهذا عمري. شلونك عمي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ شلونك؟ شلون وضعكم؟ والله الوضع بالضيم. هاي شوفه يجوا بالشفل بالليل يذبها على المحلات. هسه انا ما عندي محل، بس اباوع لها يا الناس، هي ناسنا كلها من عندنا وبينا طبعا، وعايشه قوت يومي طبعا. كل من قوته يومي، فيجيب الصبه بالليل شمرها على المحل، لان هذا عنده اغراض وعنده هاي هم يعني اللي حصل له 10000 5000. عمي والله حتى الخمسه ما تطلع، والله ما تاخذ لها البسطيه يعني. هسه هذا هذا اللي يبيع جداحات، هاي جداحات، هذا شنو ذنبه هذا؟ بيش عمي ذني مشتريهن؟ ذني بيش مشتريهن؟ والله المدينه ام الفقر. تعال يمي تعال، ذني بيش مشتريهن يابا؟ يا عمي ما نبي الف ابيعها بالمفرق. بالمفرق تبيع 8 بس اي بالكرتونه يعني ربعنا 15000. بالكرتونه كلها؟ كلها 15000. هاي انت تبيع باليوم كرتونه؟ لا لا درزن واحد. يعني ايش قد تربح بيه؟ يا الف يعني باليوم تحصل لك 1000 دينار. 1000 دينار يعني انت من الصبح هنا للظهر على 1000؟ على 1000 وديك هنا عايش بالسوق. يلا هاي على الف على الف يركضون وراه هذا عايش ابو. والحل؟ الحل هو يم الحكومه، يم الحكومه بس ما هي ضاله بعد بيد الاحزاب وبيد حسب الله ونعم الوكيل. شلونك؟ زين وسهلا حبيبي. ايش اسالك شلونك مفرشين بسطيه؟ والله ايش تسالني؟ ضيم ضيم وبضيم شابعين ضيم، احنا شابعين ضيم، احنا مدينه الصلاه شابعين ضيم. انت اليوم اليوم تيجي من عندي نظام ايه؟ اوكي ايه؟ انا وياك ايه؟ انا وياك اليوم بالنظام بالترتيب بالنظافه كذا وياك. اول شيء سوي لي بديل، هاي وحده. اثنين تيجي تطبق القانون طبقه عليك. حلو اليوم طبق القانون عليك ايه؟ انت اليوم جيت على الفقير شلتني وانت بيتك متجاوز، انت اليوم مسؤول وحمايتك وخير من الله وكرفانات ومولد ها وميك يجيك وخدام وبنجلات. اباوع القانون انت مطبقه على روحك حتى انا اسكت. اها انت القانون اليوم ما مطبقه عليك، مطبقه بس علي. اعطيني احد اعطيني احد. انا اليوم طقت روحي راكض المسدس وارمي تفقه. ملينا عمي ملينا، شوفونا حد، شوفونا حد. يعني القانون بس علي؟ ما يصير يا اخي ما يصير، والله ما يصير. زين هسه من فرشوك شلون عيشه لك؟ شلون بحقك عمي حقك حقك والله حتى انا اقول لك شلون انا اليوم اذا فلشوني وانا صاحب عائله ايه؟ انا اقول لك لو راح ابوك لو راح اسلم. يلا تقدر تدخل علاج بالحرام اعيش عائلتي، ما يردوني بالحلال، بالحلال ما يردوني. هاي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. يعني ساعه يقولون مع الرصيف ساعه يقولون مكتوب. زين ليه هذا يعني يا اخي ظلم هذا؟ والله ظلم. بس اقول لك يا اخوي والله العظيم ظلم. انت شو تشوف؟ بالله الكريم ظلم باع الشباب بالشباب بهالعمر خانك باع الشباب. هاي الشباب هاي الشباب اللي يحكي هالكلمه على على مود رزقه قامت العالم تقدي، والله قامت تجدي العالم بالشوارع. انت شو تشوف؟ شو تشوف؟ هذا شوفه طالع على باب الله عايف مدرسه. شوف عايف مدرسه. شوف شو يبيع؟ ايش قد تحصل باليوم؟ انت هذا اليوم اذا بلشت السوق وعزلته شي عايش؟ هو هذا عيش تعسف من هاي وقيس يعني هاي شغله بالمول. متزوج انت عندك اطفال؟ الحمد لله والشكر. شلون عيش؟ الحمد لله والشكر على الله على هاي البسطيه. وانزالت بسطيتك؟ انزالت وبلشوها وهاي الصور موجوده. قد خسرت فيها؟ وهاي الصور موجوده. قد خسرت فيها؟ ايش اقول لك؟ الله يعوض، ما اقدر اقول لك خسرت هالقد بس الله يعوض. ورجعت فتحت لان انا فقير.
اي فقير اي فقير ما اقول لك احكي لك بالمليارات ولا هي بسطيتك كلها اذا تكلفنا 500 600 دينار اي شوف هاي بسطيتي وهاي اذا ما متداين هاي بسطيتها قلب الكاميرا عليها سالوها لا دين عمي دين دين داين اي 500000 دين وهاي باوع ترجع دينك طلع لك استمايل وصولات هم عيد جيب بس قول لي شلون راح ترجع دينك علاقتك البيت شلون اطفالك شو حتوكلهم الناس خيره الناس خيره منطيني الزرع الناس خيره قالوا شاب على كيفك لا تستعجل عوفا ما يخالف احنا نساعدك ترى هاي الناس كلها هي كلها شوفي كل هاي البسطيات انا ما عاد اصل ماي كلها ثلاث ارباع هاي البسطيات تجيب على التصريف ابو الجداعات ابو الجواريب ابو الشفقات كلها على التصريف وجوا بالشفالات هدموهن عليهم راحت غلطهم احنا زين احنا زين احنا جوز زين 300000 250 بس قل ابو المواد الغذائيه المسوق بمليونين وب 3 ملايين هذا راح الى الله الله موجود الى الله شلونك حسبي الله ونعم الوكيل شنو حال شنو حال تبو تكتك ايه سولف لا تضحك ابو جحكي ايش اسولف لك علي سولف لي على وضعيتك دير شنو يومي 10000 سايق ما تكتك من الصبح للظهر هاي نام بالسوق عزله وسوق وين نشتغل وين نشتغل يلا حلا وين نشتغل حتى المجاري شديده تعال عم وسعت شويه تشا ابوي دكتور يصرف علي ابوي رجال معاون طبي ايه غير من عنده عائله لو ما عنده وين وانت عيشتك على التيك توك اي على التيك توك ثاني تعيل اهلك وياك ها اهلك ساعدهم وياك شي اكيد شايف وغيراني وابوي لما نشتغل استاذ الصبات من فلشوها ساعه 2 بالليل والله العظيم صار لهم 3 اسابيع والزباله والمجاري مسدده لا نقدر تنظف ولا شو اسم المجاري يعني وضعيه تعبانه ما اعرف ضلوا وضعيه كلش تعبانه لاجح ولابس ماره وتركت الصبات على المجاري لا نقدر ننظف كلهم قلب الصبات وضعيه كلش تعبانه حيل تعبان عمي والله الله يكون معك الله يكون بعون. التهم راحت بسطيتك. لا لا موجودة بس احنا على الشارع هنا مو نعزل من وقت ما يعني. ايه شعب ايش تعزلون؟ ايه هو ب 12 نعزل. هو السوق هذا من 8 من 7 ل 12. ايه بس ما عندي محل انا مو بسطية اللي مع السريع من يجيب الشفل ونضمن. مو مثل المحل. جاك الواو جاك الواو. اركض اجيب الشفل. بس انا عند اختي متوافية بكورونا بالتجارة. ايه. فاناشد من خلالكم الوزير مع التجارة. اقول يعني تصير انا اتعين مثل مكانها. ما ادري بهذا بتاكد لك اني من اي لان ما صار له فتره يعني تاكد لك من هذا الموضوع ما ادري تعال عمي تعال تعال صباح الخير يا بسلام عليكم عليكم السلام اول شيء الدوله هسه كل نظريات انت شفتهن يعني كل نظريات هسه كل فلان يقول احنا ما نريد شيء من الدوله نريد امان نريد تبليط نريد كهرباء يعني شيء شغلات بسيطه يعني مو شغلات قويه شيء لو السوق نقول مثلا السوق متجاوز نقول فرضا متجاوز هسه بس نريد بديل يعني بديل مثل تعيين للشباب هسه الشباب كلها واقفه هاي المعامل تعيين فتحوها نريد مثل انتاج وطني هسه احنا نريد مثل هاي المعامل عندنا ليش قاعده وساكته هسه الشباب هاي شوفه تشتغل هسه تفتح المعامل الجميله بغير مناطق تشتغل هسه احنا نريدها مثل معاملنا تشتغل هالشباب كلها تشتغل يعني لا تعيين ولا خدمات ولا هاي ودي اركض وراك ما ترام هيك يا اخويا يعني نريد خدمات نريد تعيين نريد مواطن يكون يشوف راحه ماكو راحه يعني كل راحه ماكو كل شاب عراقي هسه هذا ابن عمي هسه هذا شنو ذنبه هسه هذا يشتغل بالسوق هذا شنو ذنبه يشتغل هسه هذا عندك يعني كلها صغار كلها قصه صغيره يعني كلها اطفال هسه هذا ايجار اي هسه هذا ايجار ذاك هذا كلها صاحبين عوائل يعني ما تراهم هيك هاي صاحبين تكاتك انا هاي بسطيتي يعني شنو ذنبه هسه انا اجي شفل ويركض وراي عيني وظفني يعني انا صاحب عائله هذا صاحب عائله هذا صاحب عائله عيني هاي المصانع الموجوده عندنا فتحوها شغل هاي مشاريع استثمار مو كم استثمار جيبوا الايدي العامله العراقيه ليش تجيب بنجلاديش يجيبون بنجلاديش وما يشغلون عراقيين بعد ليش هاي تروح المطعم هاي العراقي ما يشغلون تروح البانزي خاله تلقى بنجلاديش تروح لهاي وين خبلوه والله هاي العراقي ايش له مو بي ما يشغله يجيب بنجلاديش من الخارج من غير دول يبيع عايش على البوق يبيع يخلونه يبيع يعني سوالف تعبانه لو يروح يشرب ويبيع كريستال يلا يعيش وبعدين يكفونه ودونه للسجن شنو بالله غير كان عيشته ماكو
شلون الحال هذا عمي؟ والاستاذ ما يقدرون يديرون بلد، ما يقدرون يديرون بلد، مو مو قوه. قال طلعوا عمي، طلعوا جيب فيتر سياره ما يربي، يظل يفتح الماكينه ويخرب يخرب الدنيا كلها. هو ما يعمر، هم الناس مو شغلتهم، هم عوائلهم ما يقدروا يربوها. هذا مصغير، شوف هذا كبشين، وهذا ما عم على روح عمك. هم ذولا مال دولة؟ وشلون عم شلون؟ لا ها بعد وراح والله لا يتمكنون 25% من ما تمكن صدام، ما يخلون واحد يمشي بالشارع يعيش، وحق هذا اليوم ما يخلون واحد ياكل خبزه. تبغى على رحمته؟ شو احنا رايديها؟ احنا رايديها، الله ما يسلط علينا لا ولا من ايدينا. من ايدينا؟ احنا من ايدينا؟ الله عليكم. يا بلد روحون، راحوا مثل الطليان حشل يسمع. ليش اروح؟ عوبهم عوبهم، راحت 40% ثلاثة ما اروح. والله اني مرتين منتخب منتخب المسيحي كنو، ليش؟ انا اعرف ما بهم خير. علاوي وما ادري من هو، وين ماكو كاتل الجوع والقمل. بس يا شباب حجه هسه روح لها، هسه روح لها من المدينه، هسه روح لها. تعال سولفوا لي انتم، هسه عوف الحجيه، تعال احكي لي عن حالكم عن وضعكم. شو اسولف لك؟ اي سولفوا لي، قولوا لي ايش يصير هنا. شوف هاي العالم الفقره لاحقينهم على شنو؟ هاي العالم وين تروح؟ هاي الشباب وين تروح؟ وين تتوجه؟ وين تتوجه؟ هسه انا واخوي نشتغل، عندنا كل من عندنا اثنين جهال. اذا انا قاعد بالبيت يا يعطيني، من يعطيكم؟ يا يعطينا نبوق، لو نبوق لو نسلم، الا وحده منهم. شو نسوي؟ يلا شو نسوي؟ سوينا بديل؟ سوينا بديل؟ لا راتب ناطينا، لا راتب، لا عيشه زين، لا عيشه، كل شيء ماكو. شلون نعيش؟ كل شيء ماكو. هسه مقدم على بطاقه تمويل ما طالعت لي، قصالها كل شيء ما عندي. اي حتى كل شيء ما عندي. حقك عصبي حتى الحين ما عندي، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي. ويجي علي يفتر علي بالشفل، يقلب الصبات علي، يكسر الميوزه، ويفلش عمار ما تشوف فلشاها. ما يصير عمي، سوينا بديل. والله ما يصير، سوينا بديل. موتوني، تعبوني. البوك المدينه قد نسمتها فوق 6 ملايين. العالم ما تروح، وين تروح؟ كل بيت بيه 5 شباب و6، وين تروح؟ سوينا حل، سوينا حل. هسه تمن شنو شارع؟ سوينا حل. هسه احنا متجاوزين صحيح، بس وين نروح؟ كل واحد عنده عائله. شوفوا لي فرصه عمل، هاي المشاريع هاي عمي من خلال قناتكم، بدل ما اجيب هالبنجلاديش ذولي والعرب دي يشتغلون. هسه مع احتراماتنا لكل الجنسيات، بس احنا اولى، احنا ولد البلد. انا عراقي، كاتلني الضيم والفقر، شغلوني. اقول لك العلاقه ما يشتغل، افرضها على المستثمر بانه العراقي لازم يشتغل بيها. اقول لك العلاقه ما يشتغل. لا وين تروح؟ لا هاي شنو العلاقه؟ هاي تروح اليوم متفرجين شنو من الصبح لليل؟ اي اقول لك العلاقه ما يشتغل. لا تروح، اقول لك العلاقه ما يشتغل. يشتغل عمي ما يصير، والله ما يصير، والله ما يصير. تعبنا هسه احنا شباب، كل شيء ما شايفين، شايفين شايف. انا هسه هاي العالم شوفوا، شايفه شايفه. قل لي طالعين متونسين شكو، واحنا بنشتغل على باب الله لاحقيننا عليها. وين نروح؟ الحل شنو؟ سوينا حل؟ كيف لك الله، يمكن هم ما يعرفون حل. تاخذنا عيد ميلادات ما يعرفون حل. قال الحج حشاها، قال عمي ذولي مو مال الدولة. اي والله مو مال الدولة. بكت الله الحكومة الجديدة. احنا نتأمل من حكومة جديدة. هاي كل سنة الحكومة الجديدة والحكومة الجديدة وكل شيء ماكو. وخلص العمر، وخلص العمر. الحكومة الجديدة راح يشيلون الشارع. والسلام عليك. ما عندنا بس شغلتين. هسه احنا هذا المواطن العراقي قاعد هسه حاليا قاعد بالسوق، شيل تنتهي. عمي ما نريد بديل. هسه انت تجيب لي البنغلاديش، وتجيب لي المصري، وتجيب لي السوري، كلها جاي تشتغل هنا. هسه انا ما عندي دكتور مال راحة، جايب لي مصري، جايب لي افريقي، ما ادري شنو، جايب لي سوري. عندنا انت جاي تجيب لي بديل، شو اسوي بيه؟ انا اريد اعيش، انا اريد اكل، اريد اشرب، اريد حقوقي. يعني انا ببلدي وما جاي اكل، شوين اروح؟ اروح اهاجر نفسي؟ هاي اثنين معانات وبتكتك. اروح المظفر يقول لي والله ما يصير، ما عندك رقم، وب 600,000 الرقم ولازم ابدله. زين وين اروح انا؟ حتى لو ب 100,000 ما اريده، وانا شو اشتغل؟ انا يوميته 10,000 والحليب ب 10، يعني لمن اطيل الرقم لو اطيل الطفل؟ لا يا اهل اولي اطيل الطفل، رحمه على والدي. ابنك أو. يعني انا شو اسوي بالرقم؟ شو اسوي بيه؟ انا عندي سياره، وشنو انا المخالفه مالتي؟ والله تمشي برون، انت السير كلها غلط، السيدات كلها غلط، هي وينها الشوارع وينها؟ حاسبني من يمشي برون؟ حاسبني انت عمي، شدوا على اهل التكاتك، حاسبه من يطلع برون، حاسبه حتى بعد ما يفوت برون، خلي حاسبوهم. انا خادم، انا خادم وحاسبني وله حقوق، كل شيء يسوي. بس انت لا تعتب على المواطن، قل له تمشي برون. انا امشي برون ما يخالف، سوي لي فرصه، اخذ التيك توك خذها، ما اريدها.
افتح لي تعيين، اريد اتعين، انا شاب اريد اتعين، وظفني وين ما ذبني ذبني، اعطيني شهريه 300 400 نعمه، ولا هاي الماساه بالشارع. عمي لا تعين تعيين حكومي، هاي المصانع، هاي المصانع والمعامل هاي فتحوها كشي كان نشتغل. عمي هسه انت جاي شايل السوق، شنو ذنب هذا؟ خطيه طفل هسه هذا قدامك، تعال شو راح مع الاوادي طلع بيا دوله، هذا يشتغل هسه، هذا مو بالمدرسه هسه، هذا المفروض طالب لو مو طالب؟ هذا حمال يشتغل، هذا يشيل صندوق مال طماطه ثوره. عمي هذا يشيل صندوق مال طماطه، هذا يعني هو ما بي 30، هو 30 كيلو ما بي يشيل صندوق، مو دهج بلد ومو دهج دوله ومو دهج قانون، وكل فرصه ماكو وكل خير ما بيكم والله العظيم. والله كريم نقول بالجديده ونشوف الجديده شو يسوون لنا بالله. الله كريم تعرح مع الاوادي، طلع لي نائب او برلماني او خير يرضى ابنه بهاي البذل، وطالع بالسته الصبح، هذا شوفه قدامه، هذا قدامك كاتل البرد على مو يجيب له 4000 يطل امه وابوه. هاي بس بضميرك انت المصور وانت اخوي ممنوع تقص هالقد من ما يقص شيء، مباشر هذا، خلي يشوف هاي المعاناة المواطن وهذا الصغير قدامك والكبير وكلها تعاني، وخلي الخوز زلمه هسه يجي يحكي والعده ولا حد يخاف، والله العظيم لا حد يخاف. اذا تريد حقك لا تظل ساكت، تريد حقك لا تظل ساكت، خاف تموت علي ما تموت، خلي ميت هسه انت على اساس عدل، وين العداله؟ وين هي؟ تشتغل تجيب له 5000 هي عداله، وهو ياخذ ملايين امه داها من عيشه. وشكرا يعني حبيبي. ماكو هيك يبوق بي، احنا مال يبوق، مال يبوق بي، يبوق بي، يبوق بي، وكل شيء جاي يسوي، بس اعطينا حقي. هسه انت جاي تبيع نفط لو مي، جاي تبيع نفط لو مي، غير النفط اللي بيع حق، انا مو مواطن النفط، لا انا بس الفتيله بس اشرب بيه، بس ما الي حصه بيه. لا نفط لا حصه لا كل شيء، ماكو هسه شايلي طبق القانون على العالم الذيت الغنية، مو الطبقة على الفقير، رحمة على واديك. خليه يبدون من نفسهم، خليه يبدون من نفسه ويجينا على هالسوق. وبعدين على التجاوزات هسه نطلع من الخمسة الصبح نجيب الليل على مود نعيش على مود ألف دينار، على مود ألف دينار ذالين نذل، ونحكي ننكتل نسكت ناكل الخرب وننشب حشاك. لا محشوم، والله محشوم، ما قلت والحسين ما يصيد كان شلون بالله شو سوى؟ شوفونا حيل، فتحوا مصانع خلينا نشتغل، وفتحوا شي خلينا نشتغل، كل شيء ماكو. رحمة على واديك. حتى لا عقول شيء، بس مو شرط اللي ولا في كار. بس فايد مره الحجب، هاي صفى الميز، صفى الميز كلش. شفتها الحجيه اللي تبيع خضره؟ هاي هذا واقع العراق. لو شو تقول انت؟ ضيم خصينا، ضيم وضيم. ايش قد عمرك؟ علي 19 سنه. شفت بالله بهاي 19؟ كل شيء ما شفت، وحق الحسين بالضيم وظلايم. تروح للسوق جاك الشفل، عزل 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 طفر، ورا شوي فتح عم جاك، اجي خلصنا الشوارع 24 ساعه الزحام، وين ما تروح الزحام. فتح البسطيه على مدلف دينار، اجي طق لك تخسر 400000. شنو ذنب الواحد يخسر 400000؟ مع سعدك هذا الرجال جوه خسر 500000، ماكو هيك. كنت تجارته تاجر، هو عنده معامل، هو عنده محل هالقد بفرفوري، طق له خسر المواعين كلهم، خسر له 500000، ماكل شارب، هاي ال 500 كلها طاحت براسي. هو رجال عنده اربع جهال، هو ماخذها على التصريف، هو ماخذها على التصريف، وعنده اربع جهال ومتزوج ومريض، يعني ذول اربع وكلهم ولد كبار، يعني ذول اربعه ومتزوج ومريض، بالشهر شلون طلع فلوس العلاج؟ طلع فلوس هون قاعد ايجار، يعني فوق هذا كله قاعد ايجار. شلون يعيش هذا؟ شلون يعيش؟ يعني مو طقوا سوى فتح الميز هالقد، قام يخلي عليه مواعين اللي بقل من عندهم، اللي باقي بقل من عنده كم واحد، يقول كم وين اروح؟ يحلف ويتكفر، يقول علي بالمواعين ربع، يحلف ويتكفر. يعني تجي مره مثلا يقول لها بثلاثه، يقول لها باثنين ونص تعارك وياها، يقول لها شنو باثنين ونص؟ انا ما اخذها بثلاثه الا ربع، شلون ابيعها باثنين ونص؟ السلام عليكم. تعال عمي تعال، تعال يمي تعال، تعال شلونك؟ الله يحفظك. تعال انزلي، تعال انزلي خليني احكي وياك. شنو شغلك؟ انا اشتغل هنا عندنا محل. هم راح تفليش راح يروح. راح يروح 100%. يعني بعد ما رايح؟ لا لا حيروح هسه عن قريب ان شاء الله. يعني بلغوكم؟ اي بلغونا، فتحون الشارع ولا علم، كل هاي البصيات قاعده على العالم على باب الله، يعني من يشلون وين يروح؟ كل من عند عائلتين وثلاثه. ما تسمون ما الجيش القديم. ايش في هذا المعمل؟ ليش متوقف؟ مو كان قبل فتره يشتغل هو، قبل سنتين يشتغل، ليش هسه متوقف؟ تعال يمي تعال اخوي. اخوي الناشط هسه احنا يا اذاعه جاي يريدها تجينا، يريد الناشد من خلالها.
يعني هسه احنا الناشد من هاي الاذاعه همنا جزاهم الله الف خير من اجوا وشوي يشتكون هسه يشوفون معاناتنا. زين هسه احنا كل احنا شباب وهذا السوق كبير سوق عملاق يعني معروف فيه شارع الداخل يعني كله محلات بي على الشارع وبي جوا داخل. هسه جاي قرار ان نشيل الشارع والداخل. زين وشلون بهاي الحاله هاي الشباب هاي القعده وهاي قيامه شباب اطلع لك افواد شباب من هنا هاي الوادي وين تروح؟ آلاف الشباب آلاف الشباب الله وكيلك حوالي 5000 محل. زين هواي الحالة شلون؟ زين هو هسه الوزير من أنطى يشيل هاي التجاوزات والكذا خله بديل الوزير غير كون يباوع على هالشباب هاي هي شباب مين؟ غير منك وبيك أنت غير تباوع علينا قبل لا تطهش قرار. يعني هسه أنا اليوم أروح أقعد يمن يم مرتي أضق قاعد بالبيت والله قاها شيلوني مين تعال علاقة البيت, البيت شلون مصرف الجهاز شو أسوي له غلط أكل الشرب أسوي له غلط أذبني سجن وظلت فلوس وما واصل وأثنى غلط. زين هي مو حكومة زين حكومة غير تخلي بديل. أنا عندي شهادة هم عندي أنا شهادة وهم أنا هنا أنا جاي شوف جاي نبيع هنا بالشارع. لا مو خريج شهادة مال متوسطة ماخذ إيه نعم عدي بس يعني درسنا شفنا الدراسة ما بيها النتيجة درسنا خريجين قاعدين جاي يشتغلون ما وياي اي والله لو عمال اي والله عامل يوم 10000 دينار هو خريج اي والله شفنا باوع الدراسه وصلت بينا وين قلت عمي خليت كتر بعد سنه خليت ايش تبعد شلون هسه والله هاي الحاله هسه لا شيء لو هذا السوق وهذا السوق يعني هالواد وين تروح الواد منين تسوق مدينه الصدر ايش كم مليون هو يدري بيها هاي منين تسوق هاي الناس منين تسوق السعوبك اللي يسوق قل لي اللي راح يعيش شلون دول من هاي العيشه من راح يشيلوا هذا شلون راح يعيش وين يروح والله وين يروح؟ والله بلا والله بلا بالله الكريم بلا يعني نطب من بلا نطلع من هم بلغوكم يعني راح يزيلوا اي والله فات الشفل فات الباحه فتحوا الشارع منا على هذا الشارع هسه تجاوز هذا نقول بس هم سيردون حتى هذا يردون يشيلونه هذا سوق يعني كبير يعني مو يعني احسب لك المحلات ما ينحسبن اربع قطاعات طبقه واحده وانت بعد احنا الناشد رئيس الوزراء ان يشوف لنا حل بهاي الموضوع شويه تراجع بقراره يسوي لنا حل يسوي لنا بديل كل شو ما واشكرك انا اجيب السبعة الصبح ابيع علاليق يصير ب 12 اروح للبيت بالوحده اروح للمدرسه يعني شو اشوف طالب لا تبكي عمي لا تبكي لا تبكي لا تبكي يا ابويا شو اسمك انت حسن حسن ايه ابو فلاح ايش قد تطلع باليوم 5 6 ودي على البيت اعطيني لامي انا امي ميته شلون امي ميته امك متوفيه ميته الما تعطي هاي الفلوس عايش عائلة انت معيش عائلة الله اكبر هاي الصورة تكفي ارفع راسك حسن ارفع راسك انت اشرف منهم انت اللي قمتك حلال انت اللي قمتك حلال حبيبي هاي تكمل شغل هنا تروح وين ترجع للبيت تبدل وتروح للمدرسة ايه تكمل من المدرسة؟ أرجع البيت ترجع تنام لأن أنت قاعد من الصبح تعبان؟ أرجع أقرأ ترجع تقرأ، تلحق تقرأ وراها ترجع تطلع تبيع هاي العلاليق شو راسك؟ فراسك أبو فلاح أنت أحسن من ذول النشالة شرف أنت للعراق، نتشرف بيك إحنا، نفتخر بيك هم مين تشترين حسن ذن العلاليق؟ من السيد تبيعهم؟ اي 7000 نباع عليهم 750 تبيع سبعة تربح عليهم؟ 750 750 اي شو تقولهم حسن شو تقول؟ حظهم بغتهم هاك احجيهم هاك الزم احجيهم الزم الزم الماي الزم حسن الزم الزم لا تبكي لا تبكي لا تبكي شو تقولهم قولهم حال كامل حظكم وبغتكم وان شاء الله تصيح بجهالكم اي بالله والله ان شاء الله بجهالكم وبعرافكم وبأطفالكم بالقرآن الكريم ما نريد مروج حبيب أبو فلاح الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك
اي امه قولي دينك حلو انا يتيمه ما حد تعال حسن تعال مو دينطيك ليش ما ترضى تاخذ ابقى حسن ابقى تعال مازن هسه اجي امي تعال 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 مازن تعال تعال خذ حسن امك بقي ذن بيش كلن حسن العلاليك لا بيش هسه ذن كلن 500 بس اثنين ذن باقات بعتين دي يلا ابقى 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 لا تروح ابقى ذني انا اخذ منك ابقى بقي بقي يمك بقي خليه اكمل اي امه انا بعد امك انا ما لي احد لا لاخو لا لابو هسه جاز عود الدبان عند بنت اخوي نايمه وما لي احد وين وين اطفالك ما عد احد ضاعتك انت وضاعت الكابل وهسه انا قاعده ويا بنت اخوي بس الحين يا رب يا رب حي حي بنت قاعده وانا هسه يتيمه والله يتيمه بس حدر من الله وذنيت عنده صميم خضيره يعود هكذا عنده 500 كويمر وانا هاي هذا شوف نعم شوفني وانت ما انت مولاد منكون عندكم بيكم غيره عينكم علي بالخدمه صار خادم ربك دلالين امر امر تدللين صار امي صار صار اي بابا تفضل احكي طبعا تبلغ تحياتنا رئيس الوزراء نقول عليه السلام قل له صار الطحين ب50 وقبلنا الزيت صار ب3 البطل وقبلنا رواتب ماكو وقبلنا انت سانس بس تطلب تفطر عليها الفقره هاي انت ذا بيه خير يعني سوي بديل لهم على ما تحاولون به عمال الحكيم ماخذ نص الكراده روح حاكي زين تجي علي يعني الفقير على الفقير تجي يعني الله يقبل لك محمد الله لا يوفقكم بجاه الحسين بجاه العباس وفاضل وانت ان شاء الله يمك معدوده حالك حال سابقينك شكرا جزيلا تعال 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 شنو مشكلتك؟ ما اعطيتني فد فكره يعني على التجاره من قلت لك شلونك عمو هسه اجيك صار شلون وضعكم بابا؟ بالنسبه انا مستطرق شلون وضعك؟ انت مو بالمدينه؟ اي بالمدينه وضعي وضعكم وضع المدينه شلونه؟ اكو واحد ما يعرف وضع المدينه صاير شنو؟ احكي لي قليل تعال افحط تتعب ما تقدر؟ اي والله اقدر يلا خذ راحتك هلا بيك هلا بيك اي حبيبي هي يمس هاي الصوره كافيه والله هاي الصوره كافيه هاي الصوره تطلع هالوضعيه هاي وضعيه العراقيين شلونك عمي شنو شغلك تك تك هذا شغل شلون وضعك ما وضع هسه يقطعون السوق ينقطع رزقنا قطع رزقكم راح قد تطلع باليوم؟ شو اطلع؟ انا اخذها منه للفلاح تعطيني 500 دينار. ناعية الفلاح. وهاي كلها شغلها هيك. قد يوميتك؟ يا بطلع له 20,000. بنزين 3,000. ما يطلع بالليل، مو شاب، ما يشتري ملابس. شو تكفي رحم الوادي؟ ما تقدر شو تكفي؟ لا شو تكفي؟ 10,000 مصروف مطلوب عليه تلقى انا مطلوب عليه مليون يعني. تلقى. مطلوب عليه هو ماخذها بالقصد قصد ما اخذته آه. بيتهم بحي طارق كانوا هنا شالوا بحي طارق العالم تتقدم وما رجعوا لي ورا تعال تعال ايه هذا قطعوا يعني ابن البرلمان هسه نفس حالتنا ابن البرلماني ايه هيك حالته وين هو عايش بالعراق حتى ما عاد وين مقضيها تبي لك العباس بالملاهي هاي هسه اكتب باليوتيوب يا احلى تحيه لابن فلان ولابن فلان يعني ايش تحكي وين تروح؟ هاي تارسين الكراده عقب هذا الحج بالصيف هسه هاي التبليط وهاي كلها بشتاء تبوقون شرفك حفر هذا اشتغله بالشتاء تعال عمي تعال تعال رحمه على والدك السلام عليكم هذا مو احنا غير توفر بديل يلا الشيل زين احنا هسه اذا يفلشون وين تروح هاي العالم؟ السواقه وين يعني شلون يصيرونها؟ يلا فلش اعطيني محل ادرى ب 500 ب 700 وين اكو محلات؟ يلا وينك؟ يلا طلع له هاي البنايات كلها اجر لمحل ب 800 يعني هسه من نروح نزور او البيع كرستال احكي لك هيك علني كلها ترضون بهذا الشيء؟ عادي بطني بطني ماكو رزق باكر من باكر ازور وابيع كرستال كل شيء لو اعرف احنا البطاله اكثر شيء وين البطاله وين؟ مو مدينة الصدر لو لا يعني انت هاي قاعد شو تسوي بهاي شغلتك شو تسوي؟ تسوي جرم
انت وفر البديل وبلش بضيع الاف الشباب. نشوف له 1000 محل بمدينه الصدر هنا اجرهن على 700 500 800 بطلني. بس انت مو ماكو هسه انا عندي مطعم ادور له على محل هنا ب 600 ب 700 ب 800 بنايه ماكو. البنايات صعدت، ابو البنايه قال ماكو، كنت ماخذه ب 400 هسه ب 800 ما ينطيني اياها، ب 700 ما ينطيني. هو وين الشغل؟ هاي البنايات كلها وين الشغل هو؟ هسه شكو محل هنا مال بنايه، اسال الصدق فلي من هسه قام يصعد. ليش راح يشيلون التجاوزات؟ هو وين الشغل؟ هاي ماكو عين، احنا يا جهل لازم هذا الشيء، بس اريد اعرف. هاي الجهه اللازمه الشيء هي معروفه. اي معروفه. معروفه وماخذين ثمنها، يعني انا اعرف هاي يا جهه خل ترصف، اذا يا جهه مثل ما تقول دوله حكومه اي شيء خل ترصف بهذا الشيء. يعني هسه ما يصير اروح انا اسوي شغلات مثل ما تقول غير على باب الله هنا هاي الشباب. انا وانا ايش رايد؟ هو رايد استاذ رايد. هذا الشيء بي قطع الدعايله، هذا الشيء بي كلها عايشة على هذا الشيء. الله يكون شلون؟ السلام عليكم. زين بالسلامة، تفضل يا ابو. انا رجال حمال. اي عمي اطلع من الصبح. اي يا من 4 الصبح ارجع بالعشرة. اي يومي 10,000. اي زين 10,000 شد كيف؟ هذا الشارع من فلي شو؟ اذا طلعت ال 10,000. اي زين 10 قطع 20 بلف دينار. اعبر له مسافة من هنا لغاد. زين اذا فلي شو الشارع وين اروح؟ يعني هسه هذا قال عشت على هذا. المهم من هنا اللي جاي يعطيني 1000 دينار غيره. هسه اذا فلي شو وين اروح؟ وين الطوجي؟ وين هسه شارع 60 هسه مواتب من شيلوه؟ هم كان رزقنا عليه. هسه بلغوه قال راح يشيل. زين واحد وين يروح؟ عربان ما حد يجاك، مرة تقول لك انا انت مرة كبير رجل ما يقبل، شلون تدفع له عربان توصلني؟ اشيل له علاقة يقول لك زحمة تمشي وياه. زين وين تروح؟ عمالة ابن عم وابن الخال، وين تروح؟ واحد وين عمالة واسطات؟ هي ابن العم وابن الخال، يقول لك بتروح للمواسطات يقول لك انت نشال، محترماتي الزينين. يعني واحد وين يروح؟ وين يطوشه؟ وين واحد يطوشه؟ هذا الحال هي التعب، يعني هسه كلها وضعية تعب، رجال متزوج، وبلقبته عائلة. تفضل. واحد وين يطوشه؟ هسه والله شاهد صار لي 7 أشهر من عرست، المرة تريد والبيت تريد وهي 10,000. زين واحد قال كلمة شلون راح تعيش أهلك؟ هو مخلع عليك. هذا الزال شلون راح شالوا السوق؟ شلون راح البيت يريد منك، البيت يريد منك والمرة تريد. ما تقول ايش راح توكل. شو واحد شو يسوي؟ مخلع عينه بعين الله. ونعم بالله. الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. الله يحفظك. ونعم بالله. هاي الطماطات عادي. السلام عليكم. تزيلوها مو طبيعي. يعني احنا نريد بديل، يعني جو فلي شلون بديل ماكو وين نروح؟ يعني هسه على مود هاي الزباله هاي الخرابه. تعال بس بناخذهم دعاه فلي شلون على هاي الخرابه هاي وبديل ماكو، يعني وين نروح؟ يوم 10,000 بطلونه، يعني هسه هذا السوق الاف الشباب الاف العوائل يعني راح يقعدون بالبيت، وين نروح؟ العالم راح تبوك والله راح نطلع من الطريق، يعني شو تسوي؟ اذا شغل ماكو بديل ماكو عمي ما يجبروننا راح نطلع من الطريق، شو تسوي؟ ينهب. يعني انا متجوله عندي 6 بنات وبيع العلالي. ايه؟ يعني وين اروح؟ لا عندي محل لا عندي شيء. سووا لنا بديل، سووا رواتب، سووا سوق تدخل به العالم. احنا مضطرين على الشارع، الجو المحلات ب 200 وب 300 الايجار ما نقدر نوفرها. 200 300 انت لو تجي 200 300 اقعد واسكت والله. لا عندي راتب رعايه ولا انا مطلقه ولا ارمله، بعدني معلقه وعندي 6 بنات كثير كل عباس السوق كله يشتغل. هاي تشتغلين صبح ليل؟ اي صبح. هاي بعلالق متجوله خوش مكسور ظهري، يعني تعبنا بشكل. سوونا حل ويجيك هو وقال لك يلا شيل. انت تحط ايدك على خدك. وين اروح اشيل؟ وين اروح؟ تحط ايدك على خدك ما عندك لقمه تاكل. لا وين تروح؟ عندك لا اكل عندك كل شيء ما عندك، وين تروح؟ هاي حاليتنا هاي وضعيتنا. حسب الله ونعم الوكيل. اي والله الله موجود. يعني سوين وين احنا نريد بديل؟ خلي يفتحون هاي المعامل جميله المصانع. وين يعني وين نروحنا؟ يجيبون بنغلاديش اجانب يجيبون مصري يشغلون واحنا ظلنا هيك. يقول لك ما يشتغلون قد تاسي المصادر هاي شروح المصدر الشباب وقفه الشغل ماكو ويشغلون اجانب. هسه الطب للمطعم كله بنغلاديش، الطب هاي عراقيل ما اهل يشتغل. نشتغل بالسوق هاي شباب الخراب هاي الزباله انا اشتغل بيها خريج ثالث متوسط. تعال بطل عزل يوم 10,000 معيش هاي. وين نروح؟ وين نروح؟ خلي يسوون لنا بديل. مش بديل روحنا نبطل الجو فلش واكل بديل ماكو. وين نروح؟ شو نسوي؟ السوق كله راح يتفلش. الحل شنو هسه؟ شلون الحل هسه؟ شلون راح تمشون اموركم؟ والله ما اعرف هسه. نريد بديل، يعني وين نروح؟ نبقى نشتغل يجون يفلشون نبقى نشتغل ما نروح ما نحرك من هنا. يلقى بديل نشتغل نحرك من هنا. الواحد جاي يشتغل فتحوا الشارع طبوا الكيات على العالم، احنا غير فاتحين طريق فتحوه.
اذا ما يفوت لنا بالكي يقصون اواصل، هم العالم حارت يعني شو يسوي؟ يقول له فوت منا البارحه، قال له فوت بهذا الشارع، ما يفوت يقصون اواصل، يعني النسوان واحنا فاتحين والكيات تفوت منا البارحه، حتى تبهذلنا بالعباس، وين نروح؟ الله يكون معاك. الله يساعدك. شلونك؟ شلونك يا ابو حبيبي؟ شلون عافيتك؟ زين ان شاء الله. الله يحفظك اذا تكفى. احنا الله يعزك مره، احنا هاي المعاناه تدري بها. ايه. بس يشكلون حكومه، كفي لك الله، هاي الناس كلها بعد ماكو مشكله. حسك من النفط تجيك، الوضع يصير مثل ما هو. من يطلع من النفط؟ ها؟ من يطلع؟ ان شاء الله الحكومه المقبله. يا الله. وداعتك. الله يسمعك. بس يشكلون حكومه. يا رب. خذ من رجال شايب، ها؟ اذا ما اجاك الخير بس هاي المعاناه كلها تشيل بعد. وحشوها هي شوكه تشكل حكومه هم بينا يا اخي من هم غير تابعين ميليشيات انا ما ندري يا اخي نسوي طائفيه يا اخي نزل الوضع مالنا ناس جهه تشتغل الخارج يعني هذا بلدك هذا ايه. الله اكبر الى متى نظل احنا صدام حسين سوى بينا انا حاج مت ثمانيه كفي لك الحسين هذا لدهم صدام حسين واثنين وسابر ابن ابني وابن اخوي وبحربين ثلاثة ثمانية كفيلك الحسين الله يرحمهم مقطع 73 أنا أبو ماجد الدراجي واسأل وشوف إحنا إلى ما تنظل هذه يبيع على ليق وهذا حاط على الرصيف والوضع شوفت وضع ردي يعني ما مكن الشيء له أقول لك هذا صاحب أي شيء تخلي وضع تعبان إحنا منشكل حكومة ويهدى الوضع وحكومة هسه مو بديكم الملعب بديكم قبضوها قعدوا قاعدون انتم المعارك والعبادي واتحدوا وين وجهتكم انتم ما تظلون ترجعون شوفوا شوالاتكم تشردون هناك والله عيب والله خزونه كفي لك حسين عندي خمسه قاعدين انا الله بس واحد موظف ابني الكبير وذولا خمسه قاعدين أنا. الله كريم الله كريم الله اكبر على الظالم الى متى شلونك عمي؟ عمان لا تشوف ولا ما تيك توك؟ اي عندي تيك توك بس ما اعرف خاف؟ لا لا مو خاف استحي لا ماكو مستحي والله العظيم لا والله استحي شيل رزقك لا لا والله هو تك تك قدامه ايش قد طلع باليوم؟ 15 17 شيل هاي شيل تكفيك هاي؟ ما هاي وقود يومي العلاقه العلاقه ونشيلها مال النسوان والله عمي الله يسعد هم يريدون يشيلون السوق غيركم تشوفون شيء امين رزقكم على السوق اي طبعا هي. تجيبون وحق هذا اللي نشوفه اللي جانا النظيفه ولا هاي ندور على اللي قايل هاي نشوفه ناخذ علاقه يلا 1000 دينار نوصلها للبيت اي والله ايش علي ما تضحك انت اي والله اي والله اي شيلون لا شيلون السوق خلي يسوون لنا حل مثل معمل شيء نروح به احنا هاي معامل ما يفتحوها ما جميله اي عشان ما تقول لهم انا قايل لهم غير هم يسمعونا اسئله ولا ابن عمي هسه احنا المطالب بس خلي شوي اللي قاعد ابن عمي انحصر هنا احنا شنو نريده هسه احنا شنو نريده الشغلات بسيطه يعني نريد يفتحون لنا السوق ونشتغل بيه هاي هي وما يشيلونا بس مره فصل حبيبي احنا شنو نريده هسه المطالب شنو شغلات بسيطه يعني اما يعينونا اما يسوون بديل بس مره فصلتكم عنا شبابنا لو بديل يسوونا لو يعينونا ماكو شيء يعني ما يعني ما مو شيء ان شاء الله صعب احنا عندنا يبلطون لنا شارع هسه احنا نريد تبليط احنا نريد تبليط نريد خدمات نريد كهرباء نريد يعني حصل غذائيه ما جاي تجي كامله يعني حصل غذائيه نقص كذا يحفظكم عندي 4 دقائق او 3 دقائق للختام محمد انزل خلينا نشوف السوق للعالم انزل انزل شوف شوف نذني هيك شو هاي تعال حجيه كبيره فيها صوروها شوف هاي الصورة واضحة صورها الحجية حجية خالي شوف الصورة واضحة هاي هنا أنا آلاف العوائل آلاف الشباب عايشة على هذا السوق مو عمي كم بسطية هنا نبي وايد لا لا بيفد بالعشرة آلاف بسطية أزيد من الاخير لا ريب ايش صار لكم هنا انتم سنين صارنا من قبل 10 سنوات من قبل 2003 ايه لو وراء لا من قبلها قبل 2003 ايه يعني ايه من ذاك النظام ايه ايه انتم هنا ايه بسطياتكم ايه كلا بسطيات كلا تبيع الباب والله هذول لابد من وجود بديل شوف هاي الصبات هاي الصبات ايه لبوهن وخلوهن باوع شوف ابو زينب تعال محمد تعال خنفوت خنفوت لهذا لا لا رحم الوالدين خنفوت تعال ما عمو
عمي بالعباس نشتغل بالكرتون يوميتنا غير 30,000 وهاطينا باعوا عجتنا على السوق، باعوا السوق على السوابي عجتنا على السوق ويطردون ورانا ويردون لي ورا، الدهن ب 2.5، الزيت الشكر ب 1,000 ونص. وين نروح يعني؟ قد عمرك انت عمي؟ 14 سنة، صار لي 3 سنين اشتغل بهاي الشغله. وعارف المدرسه، عارف كل شيء. وبطلت من المدرسه صار لي 2 سنين. معي شهلك؟ ايوه ابو فاضل. هاي باعها على مدري ايش. العائله برقبتك كلها. ايوه ابو فاضل، لا انا ويا اخوان 3. هاي. صادق عاد. صادق. هاي باعها كلها بطلت من المدرسه على مدري شلون؟ كلها تشتغل هناك. لسه شيشان كلها جهاله تجي هنا. كل جهاله هنا؟ كلها. اتمين هاي كلها هاي من الشيشان كلها. منطقه الشيشان؟ اي. اختم بالصورة محمد، خلي العالم تشوف، هتشوف الحكومة واقع حال العراقيين، شوفوا الفقرة، شوفوا ضيمهم، حتى العلاقة صعدت. كان 10 سوون 6,000. صعد السوق. صعد دولار. مع المزاد. بس شوف هذا صعد. هذا لازم. والله عايز تحرك يا سيدي. كلها صورناها عمي، كلها صورناها، كلها صورناها وكلها طلعت من وسط مدينة الصدر، بالتحديد من سوق الداخل. كان معكم برنامج الرشيد والناس، انتظرونا غدا إن شاء الله بنقل معاناة وهموم ومشاكل جديدة. اي امه حفظك الله. لك الكاميرا محمد، اختم بيها خلي يشوفون العالم السوق. مشققه. ها شوف عم هذا هنا المخرج هنا. هذا راح يعطونا فلوس. لا 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 خلصنا ما طبخ يعرفوها. اي هاي تبارك الله. عم سمير Thank you.